أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك مع العولقي. سوف نتحدث اليوم عن موضوع يؤرق الكثير من الناس ألا وهو انسداد الأذن، ولكن قبل أن نبدأ نطلع فاصل ومن ثم نعود إليكم. لا يخفى على الجميع بأن حاسة السمع من الحواس المهمة لدى الإنسان، فالجميع لا يستطيع أن يقضي مهامه اليومية دون هذه الحاسة. ولكن هل يعتبر انسداد الأذن مشكلة خطيرة؟ وما هي أسبابه وأنواعه؟ وكيف نعالج هذه المشكلة؟ وما هي طرق الوقاية منها؟ كل هذه الاستفسارات سنجيب عنها اليوم برفقة الدكتورة منيرة النبهاني، استشارية أمراض وجراحة المناظير والأذن والأنف والحنجرة. سوف نتكلم اليوم على موضوع هام جدا يمس حياة جميع الناس، ألا وهو عن انسداد الأذن الخارجية وأعراضها وأسبابها وعلاجها وطرق الوقاية منها. بالنسبة لحاسة السمع، تعتبر حاسة السمع من أهم الحواس عند الإنسان، وهي أول حاسة تتكون عند الطفل الجنين في بطن أمه، ولذلك تعتبر من الحواس المهمة جدا في حياة كل الناس، لأنها هي الوسيلة الأساسية في التخاطب، في الاستيعاب، في التعلم، في التشاور، في القيام بجميع المهام في حياة الإنسان. عندما نتكلم نبدأ نفصل عملية انسداد الأذن، نبدأ بالأذن الخارجية في أغلب الأحيان. أسباب انسداد الأذن ممكن تكون شيء بسيط وممكن تكون شيء عظيم. الشيء البسيط الذي ممكن يسد الأذن في البداية هي إفرازات الأذن الطبيعية، وهو ما يسمى شمع الأذن. شمع الأذن يختلف من إنسان إلى آخر. بعض الآذان تقوم بتكوين الشمع بشكل مائي وبسيط، وبعض الآذان تقوم بتكوين الشمع بشكل ثقيل ومكثف، وبعض الآذان تقوم بتكوين الشمع بشكل يكاد لا يظهر للرائي، أي بشكل بسيط جدا يعني تايني. عندما يشعر المريض بفرق في سمع الأذنين، بما معنى يسمع بأذن أكثر من الأخرى، فيعني انسداد في أذن واحدة. عندما يشعر المريض بأنه يسمع صدى صوته، بما معنى عندما يتكلم يسمع صوته من داخل الحنجرة، هذا يعني أن الأذنين في نفس الوقت مسدودتين. عندما يكون شمع الأذن هو السبب ويذهب إلى الطبيب، من السهولة طبعا بمكان أن نقوم بعملية الغسيل أو شفط الأذن أو عملية التنظيف، وننصح دائما بأن لا يقوم الإنسان أو المريض أو الشخص العادي بتنظيف أذنه ولو باستخدام أعواد القطن. هناك الكثير من العادات أو الأخطاء التي يقوم بها الناس خاصة في بلادنا وقد يكون في بلدان أخرى، ومنها عندما يشعرون بانسداد الأذن يقومون بإدخال أشياء غريبة، إما مثلا بإخراجها بأي شيء معدني كمفتاح السيارة أو أحيانا الدبابيس والمسامير وأعواد الكبريت إلخ، ومعظم الناس يقوم بصب أي مواد إلى داخل الأذن مثلا مثل الماء أو الزيوت. عادة نحن نحبذ الزيوت، ولكن بعد أن يفحص الطبيب أن الطبلة سليمة والأذن الخارجية سليمة لا توجد أي التهابات، ممكن الطبيب ينصح المريض بعمل الزيوت. السبب الثاني هي طبيعة عمل الإنسان، مثلا الناس الذين يعملون في التراب والغبار، في النيس والكري، في الدقيق والطحين، الأطفال الذين يلعبون كثيرا في الشوارع، بالذات الشوارع الممتلئة بالتراب، دائما يكونون عرضة لانسداد الأذن بإفرازات الأذن الطبيعية. السبب الثالث اللي ممكن نتكلم عليه هو إدخال أجسام غريبة، وهذه عادة تحصل كثيرا في الأطفال أو في الأمراض النفسانية. السبب الآخر الذي يؤدي إلى انسداد الأذن الخارجية وهي الالتهابات. الالتهابات إما أن تكون بكتيرية أو فيروسية أو فطريات، أو قد تكون أيضا طفيليات بروتوزوا، أو قد تكون بسبب حشرات أو هذه الأشياء كلها التي تؤدي إلى التهاب في الأذن الخارجية. بعدها من الأسباب كمان اللي هي وجود السبب الأخير أو السبب ما قبل الأخير، وجود انسدادات بسبب أورام موجودة في الجسم، إما أن تكون أورام حميدة وإما أن تكون أورام خبيثة. فانسداد الأذن يعتبر من الأمراض التي تتدرج من الأشياء البسيطة إلى الأشياء الكبيرة. طرق الوقاية، طرق الوقاية دائما تعتمد على أول هام اللي هو عملية تنظيف الأذن بطريقة سليمة. فتنظيف الأذن بالأقطان الأذن العادية الخشبية لابد أن يتم بطريقة معينة، هو المفروض ما يتمش بواسطة الشخص نفسه أو المريض نفسه، لكن يتم بواسطة الطبيب. ولكن إذا
اضطرينا لعملية التنظيف تكون عملية التنظيف بشكل دائري. الشيء الآخر الوقاية الثانية في حالة مثلا وجود أسباب مثلا ثقب في طبلة الأذن أو التهابات في الأذن، ينصح دائما بعدم دخول الماء للأذن. بالعكس، الماء يعتبر من الأسباب المهمة جدا التي تؤدي إلى تلف في الأذن الوسطى والأذن الخارجية في حالة وجود ثقب في الطبلة أو في حالة وجود التهابات في الأذن الخارجية تؤدي إلى تفاقم هذه الالتهابات. في حالة وجود طبعا الفطريات، يجب أن تكون الأذن دائما مهوية ومعرضة للشمس وجافة حتى تتم الاستجابة للأدوية. عمليات دائما أنه تكون الأذن دائما مغطاية أو دائما مسدودة، سواء بفاين سواء بسوسوسوسو، هذه من الأشياء العادات الغير محمودة والغير كويسة. فضبط السكري ورفع المناعة والمحافظة على نظافة الأذان، الوقاية في حالة وجود مثلا ثقب بالطبلة، في حاجة وجود الأعمال المعينة الشاقة، وجود الإزعاج، وجود هذه الأشياء كلها تحتاج أيضا إلى وقاية حتى نحافظ على الأذن من عدم الانسداد. نحن الآن في الشارع الكريم، الكثيرين يتساءلون عن هل استخدام القطر والأدوية الموضعية بالنسبة للأذن هل تفطر الصائم؟ نقول أنها لا تفطر الصائم بإذن الله. في حالة استخدام قطر الأذن سواء للألم أو سواء للالتهابات إن شاء الله بإذن الله تعالى فإنها لا تفطر. ولكن هل دخول الماء للأذن، هذا السؤال تعرضنا له، هل يفطر الصائم؟ نقول دخول الماء للأذن ما دامت الطبلة سليمة لا تفطر الصائم، ولكن إذا كانت الطبلة مثقوبة وقناة الاستاكيوس مفتوحة وقام بسكب ماء لأذنه بشكل متعمد، فهذه من الأشياء التي ممكن أن تفطر الصائم. هذا ملخص بسيط للموضوع، وإن شاء الله تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء. نشكر الدكتورة على هذا الطرح الجميل والرائع. وسؤال حلقتنا لهذا اليوم، ماذا قد يحدث للأذن عند محاولة تنظيفها بأجسام غريبة؟ للفوز بالجائزة شاركونا الإجابة في التعليقات. في أمان الله.